المؤتمر من العنوان معا ضد الإرهاب، وده بيضم القيادات بيت العيلة من الكنيسة والأزهر وبعض قيادات المجتمع والشخصيات العامة والشخصيات والقيادات الشعبية أيضا، لنرسل رسالة إلى الخارج والداخل، إلى الداخل إن مصر وحدة واحدة ضد أي فكر منغلق أو متشدد، وإلى الخارج إن مصر ستظل وحدة واحدة ولا يتدخل في شؤونها أي حد من الخارج، فمصر أولى بمشاكلها. ومصر دايما على طول التاريخ كانت بتواجه أزمات وكبوات، وهي قادرة بشعبها مسيحيها ومسلميها والشرطة والجيش وكل القيادات والشعب إن هي تصد هذه الكبوات، وإن هي تقول لا للفكر المتشدد، لا للفكر المتعصب. مصر بلد التعايش، مصر بلد الحوار، مصر بلد السلام. وإحنا شايفين قد إيه عيد الميلاد سيادة الرئيس جه كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وكان على رأس القداس قداسة البابا تواضروس الثاني، وكان هناك أيضا مسلمون ومسيحيون في قلب القداس، وأرسلت رسالة إلى العالم إن مصر هذه هي مصر، هذه هي مصر بشعبها، هذه هي مصر بقيادتها، مصر لن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية. مؤتمر حلو خالص، إنه عنوانه معا ضد الإرهاب، بس ياريت يعني معا ضد الإرهاب في الفكر، وعايز البعد التكويني والبعد الإنساني والبعد الثقافي والبعد الاجتماعي في كل الأفكار بالنسبة للشباب، عايزين تغيير الفكر من خلال الخطاب الديني، من خلال المؤتمرات والندوات اللي بنعملها احنا كقساوسة ومشايخ في بيت العيلة المصرية. يعني دور الدولة ان فعلا احنا برضو في شراكة بيننا وبين الأمن والسيد المحافظ ومدير الأمن، انهم بيساعدونا برضو، احنا ماسكين لجنة مصالحات على مستوى المحافظة، وكل المصالحات بنقوم بيها بحلها وكل المشاكل يعني. وحاجة تانية بتاع دور بيت العيلة ان بنعمل ندوات في المدارس والحاجات دي كلها يعني.